تجربة أنا بورنا كانت هي في الحقيقة تجربة صعبة كان فيها بزاف نتاع المخاطر كانت فيها بزاف نتاع التحديات وكانت زعما نقدر نقول قاصحة يعني التسلق كان صعيب بزاف خداني الوقت شهر ونص فاش مشيت من المغرب دونك مشيت نيبال من بعد تأقلمت في واحد الجبل آخر أما دابلام من بعد مشيت لو كون دو باز ديال انا بورنا وحنا تماك ملي تنبغيو نتسلقو 8000 القمم ديال فوق 8000 تنبقاو تنديرو قضية تأقلم يعني تنبقاو نطلعو ونهبطو فخدا ليا الوقت واحد المدة باش تنطلعو حتى لي كون عاليين ونهبطو عاوتاني لو كون دو باز وبقينا من بعد تنتسناو الظروف المناخية تكون مزيانة كانت شويه صعيبه هذاك الجبل شويه لي كونديسيون كليماتيك فيه صعابين بحيث ان ما قدرناش نلقاو واحد الكخينو اللي غادي يكون مزيان ومع ذلك زعمنا صافي طلعنا لان خاصنا نبداو التسلق للقمه في الظروف كانت شويه صعيبه كانت لي طومبيت العواصف وكان شي تندوز منهم بحال الحيط وكانوا مخاطر بحيث كانوا دي هذا هو اللي تيخلي انا بورنا من اصعب الجبال في العالم حيت لي ريسك كتير زافالونش كثار وحنا تندوزو من واحد الممر اللي تيكونوا لي زافالونش فيه وضروري خصنا ندوزو منو ما عندناش عليه فتدوز وانت خايف لا تكون دايز وتجيك شي افالونش تديك أه الحمد لله زعما كانوا دي زافانوش مي ماشي الوقيت اللي حنا كنا دايزين فدزنا بسلام آه من بعد وصلنا يعني مشينا لي كون كون دو كون تخوا كون كات وفي كون كات أه بدينا التسلق في الليل أه بدينا مع تسعود ونص الليل أه كان الكون كات شويه حادر يعني ما كانش عالي كان ستالاف و بحيث كان خاصنا داك النهار نتسلقوا تقريبا 1400 متر وكانت باش تسلق 1400 متر في دقه واحده شويه صعيبه شويه قاصحه خدنا الوقت 15 ساعه تقريبا مشي الله وصلنا للقمه وصلت مع 12 ونص الوغ غتمك باش وصلت واخا داك التعب و15 ساعه وحنا غاديين في كونديسون كونديسيون صعاب كانت ل... الريح كان البرد أه ولكن ملي وصلت كانت الفرحه كبيره الحمد لله زعما باش شرفت بلادي هزيت الرايه المغرب وهضرت تما أه بحيث صفت داك التهنئه المغاربه كاملين وعلى راسهم جلاله الملك محمد السادس أه تماك ديك الفرحه كانت قويه بصراحه كانت شي حاجه زوينه بزاف ولكن الرجوع كان صعيب لان بدات لا طومبيت واحد طنبيد كبيره بزاف حيت ما كناش نشوف حتى شي حاجه قدامنا فكان الخطر أن واش نتلفوا واش نطيحو واش ما نقدرش نهبطوا فتوصلت لو كونكات عاد تقول الحمد لله انا نجحت في في التسلق التهنئه في الحقيقه ديال صاحب الجلاله شي حاجه زوينه بزاف اللي تلقيت كانت مجموعه ديال التهنئات من طرف المغاربه من طرف مجموعه الناس ولكن جات تهنئة ديال صاحب الجلاله اللي أعطتني واحد الحافز قوي واللي كانت احسن ريكومبونس ديال كاع التضحيات اللي درت خلال هذه المده ميزه نكون غادي نمشي ندير شي اكسبيديسيون اول حاجه بعدها هي خاصني نقلب على المدعمين وهذه تأخذ واحد المده طويله وتتاخذ واحد الجهد كبير حيت ماشي ساهل فتيكون واحد تعب كبير باش خاصني نصيفط ونتصل حتى الحمد لله مؤخرا لقيت المدعمين باش نمشي بورنا واللي كان لهم الفضل باش نوصل رايت المغرب فوق آه من اعالي الجبال اللي كاينين في الهيمالايا ومن اخطر الجبال كذلك من بعد يكون استعداد بدني كبير لان تنكون غاده وعارفه بان كاين تحدي كبير اللي تنتظرني خاصني نوجد راسي مزيان انا تنبقى تنخدم على استعداد البدنيه طيله السنه يعني ما تنحبش ولكن ملي تنقرب تنعطي اكثر فتنكون تنخدم على القوة الجسمية حتى نهزو واحد الصاك تقيل وتنطلعو بيه خاصك تكون كذلك بخيباغاسيو مونطال يعني واحد تهيئة ذهنية كبيرة استعداد ذهني لأن تنعيش واحد الفترات صعيبة واحد المدة طويلة خاص تكون دائما مركز على الهدف ديالك دائما موتيفي عندك ديك الحماس لأن متعياش تجاوز الذات ديالك واخا تنوصلوا بعض المرات ليليمين من ديالنا ولي تقول فراسك ربما صافي ما غاديش نقدر نكمل خاص تجي هنا لا فورس مونطال اللي تقول لك لا راه عندك واحد القوه لداخل كبيره اللي تقدر تمشي بها بعيد تيكون عندي الهاجس لان تندوزو في مراحل اللي تتكون صعيبه واللي تتكون خطيره بحيث بعد المره حتى بحال فاش كنت في انابورنا درت حدايا لافالونش يعني كان ممكن جدا نكون في وسط منها ونمشي فتجيك الفكره ولكن انا تنقول بان وقتاش ما وفى الاجل الانسان غادي يموت سواء كان في دارو سواء كان في جبل فبالتالي ما تخلينيش عندي داك الخوف كبير بحيث نقول انا غادي ناخذ الاحتياطات ديالي اللازمه ولا وقت الموت مرحبا ما كاينش مش مشكل <applause> <applause> النصائح اللي نعطيهم انهم بعدا يبداو بالتدريج ويكون عندهم واحد اللياقه بدنيه حيت كوميم الجبل راه ماشي شي حاجه اللعب وتتكون فيه مخاطر وما نستهنو حتى بشي جبل واخا يكون قصير راه يقدر يجيو لي توقع شي حاجه فمزيان إذا تكون عنده واحد لياقه بدنيه اللي يقدر يتحمل فيها الصعاب يكون دائما مرافقين ومرشدين لان ما نخاطروش ونقولوا لا انا المغامره راه ماشي هي انني نمشي ونلقي راسي في التهلكة ونمشي بوحدي ونقول ردة المغامره المغامره هي انك تكون واخا معك مرافق ولكن انت تتمشي تتكتشف شي حاجه جديده ومزيان حتى حتى يكون معنا المرشدين هذيك راه العمل ديالهم فبالتالي إحنا تنميو شويه الحركه الاقتصاديه من اللي تناخذوا مرشدين ملي تناخذوا مال البغال ملي تنكون معنا الكويزينيي فمزيان يكون معنا ناس اخرين اللي نميو فيه نمي المهن وتكون كذلك الاحتياطات فما غاديش تمشي بالجبل وانت ما لابش الملابس ديال الجبال خاصك ضروري سبات لا مارش اللي يكون اديكوات باش ما تزلقش باش ما تطيحش اه تكون لابس مزيان تكون هاز ديالك داير ديال فيه فيست تكون امبيرميابل تكون سخونه اه لان لأ تكون غادي في الجبل تيكون الشمس بسرعه تيجي العاصفه فتكون عندك باش تلبس أه، تكون هذا المال، الماكله هذا الشيء كامل الانسان في الاول ما تيكونش عارفو داكشي مزيان يمشي مع جمعيات متخصه اللي هاد هذه الرحلات والانسان يمشي بالتدريج بشويه بشويه اكيد واحد النهار يوصل لاهداف ديالو تكون معايا العائله ديالي بحيث ان ملي تن... تنكون بعض المرات تنظم رحلات خرجات للناس في اطار الجمعيه ديالي دلتا ايفازيون وفي نفس الوقت تكون معايا البنيته ديالي وفي اطار الجمعيه دائما تنظم واحد المخيمات واحد البوت اللي تنخدموا فيه مع الفتيات ما بين 13 و 17 و 18 سنه وتتكون معايا بنتي تمشي معاهم بحيث هاد الرحلات وهاد الخرجات اللي تنديروا للبنيتات تيكون الهدف ديالها اننا نقويو الفتاه عن طريق الرياضه وعن طريق تسلق الجبال الحمد لله زعما الزوج ديالي كان ساندني بزاف من نهار الاول بحيث ان من نهار اللي تزوجنا عرف بأنني نبغي تسلق الجبال بقى يمشي معايا أه كنا تنتسلقو مجموعة القمم المغربية أه من بعد ما تزادت بنتي فكذلك كنا تنهزوها وتنتناوبو عليها وتنديوها معانا لأن بغينا حتى هي تعيش هذا الشيء ملي كنت قررت باش ندير تسلق القمم السبع يعني كان اكبر مساند ديالي هو الزوج ديالي بحيث كان تيدعمني وكان تيقول لي غير تيشجعني وحتى في لحظات الاحباط اللي بعد المرات كل شرق المدعمين كان لي لا غير نوضي خدمي اكيد واحد النهار توصلي كان دائما من مرايا وملي تنمشي تبقى مع البنت ديالي هو والعائله ديالي الوالده حتى هي تتكون معايا واقفه معايا فيعني في كان دائما تلقاه بالجنب ديالي مشى معايا حتى لقمة كيلمانجارو وكان مشى معايا حتى لو كون دو ديال ليفغيست باش يساندني الحمد لله زعما كان الدعم ديال الزوج ديالي كان مصدر قوه بالنسبه لي باش انني نستمر وانني نمشي في هاد الرياضه ونعطي بعيد الحمد لله دابا أنا إختامة بحال قلت لك في إطار الجامعة كذلك المغربية آه الملكية المغربية التزحلق ردة الجبل حتى نخدمه في آه أنا إختامة في الجنة النسوية رئيسة الجنة النسوية سنحاول ند... نشوفه ننمي ند... هذه الرياضة في ال... مع الفتيات وكذلك يعني تنقوم بجموعة ديال المحاضرات اللي تن تنحاول نحاول نحمس فيها الشباب باش نكون واحد المصدر الهام لهم حتى هما باش يثقوا في راسهم يثقوا في الامكانيات ديالهم ويعني انا حاليا في خلال ترجمه الكتاب ديالي مون شوما فيغ لي يعني طريق نحو القمم سبعة دابا تنترجمو اللغه العربيه تنخدم عليه باش ان ان شاء الله يتصدر في المغرب باللغتين الفرنسيه والعربيه تحية للمغاربة كاملين وأنا جد سعيدة وفخورة أنني نهزت راية المغرب فوق أعلى القمم العالمية وبطبيعة الحال تنبغي نشرف بلادي ونشرف المغاربة كاملين ونشرف المرأة المغربية بالخصوص والعربية بصفة عامة والمسلمة كذلك